كيف نتطهر من الذنوب؟ إن مغفرة الذنوب غاية كل مسلم ومطلب كل مؤمن، فهي السعادة في الدنيا والآخرة. فإن الذنوب والمعاصي توجب سخط الله وعقابه، فعلى كل مسلم أن يسعى إلى تحقيق هذه المغفرة، وذلك بفعل الأوامر التي جعلها الله عز وجل سبباً لغفران الذنوب والتجاوز عن السيئات. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. أحدها أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن الله تعالى يفرح بتوبة العبد، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الثاني أن يستغفر فيغفر له الله تعالى ذنوبه وخطاياه، فالاستغفار من أجل العبادات وأعظمها، وهو قرين التوبة، وعدم الإصرار على فعل الذنوب والمعاصي من أهم أسباب دخول الجنة ومغفرة الذنوب، ومن ثمراته نزول الخير والبركات من السماء، والبركة في الأموال والأولاد. اسمع قول ربك جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الثالث أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقال ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الرابع أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفع له حيا وميتا كصلاتهم على جنازته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الخامس أن يهدوا له من ثواب أعمال البر لينفعه الله به كالصدقة والحج عن. السادس أن يشفع في أهل الذنوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شفاعته: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. السابع أن يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، فيصيبه في ماله أو جسده أو ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. الثامن أن يبتليه في البرزخ من الفتنة والضغطة والروعة فيكفر بها عنه، فإن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. التاسع أن يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها وشدائدها كالفزع والحشر وإدناء الشمس على الخلائق والعطش وجواز الصراط المنصوب على متن جهنم بما يكفر عنه سيئاته. العاشر أن يرحمه أرحم الراحمين بلا سبب من العباد، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.